طب بقول لك ايه، ما تسمع راي واحد زملكاوي اخر، الكابتن تامر عبد الحميد، يمكن يقول لي عفه نصار هو مين اللي مشى كارترون، وكارترون مشي امتى تحديدا؟ مفاجاه وحصريا لبرنامجك معلومه، بس مش هقدر اقول مين اللي قالها لانها كانت في قعده مع حد يعني فيري ريليتد قوي بكارتيرون. انا عارف ان كارتيرون هيمشي من اكتر من 3 4 شهور، ده من قبل ما يجدد عقده اصلا. في الوقت بتاع تجديد العقد عارف انه هيجدد ويمشي. لا هو بيجدد، واخد بالك، بس هيمشي. وهو بيجدد كان في حصل لغط لو تفتكر، والناس تفتكر معايا في التجديد، بس هو طبعا عشان امانه الحوار وامانه الجلسه اللي جمعتني بيه 2 3 وما خدتش منهم اذن ان انا اقول من قالوا لك المعلومه دي اصلا بعد ما مشي مش قبل، صح؟ ولا انت عارف من 4 اشهر ان هو هيمشي؟ انا عارف من 3 شهور. يعني الشخص اللي هو على علاقه وطيده جدا جدا بيه قال لي هيمشي، حتى لو جدد هيمشي. طيب فكارتيرون جدد مع نادي الزمالك في التوقيت ده، لانه في هذا التوقيت لم يكن يمتلك اي عرض اخر. وهو شغال مع نادي الزمالك كان بيدور على عروض ايه اخرى خارجيه. فلما جاله العرض الخارجي رمى الشرط الجزائي وقال سلام عليكم، عليكم السلام. يعني هو كابتن تامر رد على الكابتن عفت، قال له لا ده انا من 3 شهور عارف، وان هو جدد لان في نيته كان يمشي لو جاله عرض، ما كانش معاه عرض. اول ما جاله العرض بعد التجديد حطت شرط جزائي ومشي. احنا لا يعنينا، على فكره احنا بنتكلم في هذا الموضوع ردا على اللي اتقال ان النادي الاهلي زجب الاهلي. زجب الاهلي انا ما احنا يا عم والله العظيم ثلاثه، احنا لو بنشتغل بالطريقه دي كان زماننا بنتنافس بجد. احنا اللي حاططنا في حته بعيد ان احنا ما بنشتغلش بالطريقه دي.